أول حاجة أول حاجة يا شباب، هنتكلم زي ما قلت لكم إن شاء الله في على برنامج الأوتوكاد. بحاول أساعد معاكم بس على قد ما أقدر في الجزء الخاص بالأوتوكاد والإكسل إن شاء الله. أول جزء من المحاضرة هيبقى نتكلم فيه على الأوتوكاد، تاني جزء إن شاء الله هنتكلم فيه على الإكسل، وهنطبق على بانل سكادول إن شاء الله، بحيث إنك أنت تقدر تعمل أنت بانل سكادول بنفسك بإذن الله. في البداية بس أنا حابب أقول حاجة، إن أنا مش بشرح لك كورس أوتوكاد، ولكن أنا بشرح لك الأوامر اللي حضرتك هتستخدمها إن شاء الله تقدر تساعدك بجزء كبير جدا، أكتر من 95% كمان في شغل الكهرباء بتاعنا بيزكس، وبعد كده أنت تقدر تطور من نفسك كويس جدا وتشوف إيه الأوامر اللي حضرتك ممكن تسهل عليك أكتر من كده. في البداية خالص هنتكلم عن أمر لاين يا شباب، وقلنا أي أمر في الزوم، في بداية الزوم اللي فات، قلنا أي أمر حضرتك ممكن تكتبه عن طريق اختصار، وبعد كده تتكة انتر او مسطره انك تكتب اختصار الامر. وليكن مثلا هعمل امر لاين، امر لاين يا شباب ال، اهو اختصار يا شباب ال، ادي ال يا شباب اهو الكاتب. والله قلت لك برنامج ذكي، يعني برضه بيحاول يساعدك، اول ما حضرتك ضغطت حضرتك اللي بيقول لك اهو، وكمان في مساعده كمان زي ما حضرتك بتظهر في الصوره عندك زي ما انا شايف كده، عشان لك وتساعدك انك انت ترسم اي ان كان الامر اللي انت عايز ترسمه. بدايه الامر لاين خلاص يا شباب، قلت ال اهو انت، وانا شايف يا شباب انت تستخدم مسطره افضل، قلت لك في اليمين بتبقى ماسك الشمال، حضرتك بتبقى بتكتب حاجه بتكتب بيها، وبالتالي مسطره اقرب حاجه لايد حضرتك. هادي اهو بيقول سبيسيفاي ذا فيرست بوينت، يعني الاوتوكاد نفسه بيقول لك حدد اول نقطه، انا حددت اول نقطه اهو التاكيد بس، ضغط بالماوس كليك شمال حضرتك، بعد كده شوف انت عايز الخط بتاعك ده يمر بايه وبترسمه. طب هنفضل كده يا شباب، هنعمل عده خطوط كده اهو، تكيت مره ثانيه، حضرتك ما بتطلعش من الامر الا لو ضغطت مسطره، يعني اول ما اضغط مسطره كده الامر ايه يا شباب؟ خرجت من امر اللاين. طب عايز نفس الامر تاني من غير ما اضغط برضه، من غير ما اعمل اختصار، من غير ما اعمل اي حاجه، اعمل ايه؟ مسطره تاني اهو، عملت مسطره تاني، بيقول لي سبيسيفاي ذا فيرست بوينت، حددت النقطه دي اهو تاني ومكمل عادي جدا. طب بص بقى، انا جيت عند الشكل ده والله عايز اقفله اهو، سي وانتر كلوز، سي يعني شباب كلوز وانتر اهو، تمام. هو ليه قفل ده؟ لان هو الاوتوكاد بيفهم انت مشيت بالامر قد ايه، فبيفهم ان ده الشكل. بمعنى ايه؟ انا عملت امر لاين اهو تاني ال وانتر او سبيس اهو، مشيت بامر لاين اهو، هو فهم كده. انت عشان لو قلت له كلوز واقفل هيفهم ان الشكل اللي انت عملته عده الخطوط ورا بعضها ده، هيفهم ان انت عايز هي ده الشكل اللي انت عايز تقفله. اعمل سي يا شباب وانتر، قفل ايه؟ الشكل بتاعي. طب لو انا عايز اعمل امر لاين يا باشمهندس احمد بطريقه ثانيه، اهو يا شباب بص هتلاقي في البار ده كده كل الاوامر اللي حضرتك عايز تستخدمها في الاوتوكاد بتبقى موجوده هنا في شكل سيمبل بسيط خالص اهو، حضرتك بتتك بالماوس بس وبتروح تنفذ. بس برجاء حاول تتعلم الاختصارات وامشي على الاختصارات، لان زي ما قلت لك اللي انت بتتعلمه في البدايه بالذات في الاوتوكاد هتفضل تشتغل بيه طول عمرك، تمام؟ فمعلش انا حتى ممكن ان شاء الله واحنا احنا شغال معاك اسجل الاختصارات، هتلاقي الموضوع بسيط جدا. طب ايه تاني يا باشمهندس احمد؟ بصوا يا شباب، لو انا جيت اتكيت على الخط ده كده، ده شكل احتمالته، حتى لو شكل ده اسمه شكل على بعضه، بس لو جيت اتكيت على اي خط من دول كده بص هيفهم ان كل خط منهم خط لوحده. بص لو جيت عايز اختار الشكل ده لازم اختار الشكل كله كده، طب لو ناسي الخط ده مش هيجي معايا، فلازم برضه ايه اضغط على الشكل ده كده. وبالتالي لما بنيجي نشتغل دايما في امر افضل من لاين اسمه شباب ايه؟ بولي لاين. اسمه ايه؟ بولي لاين. طب اختصاره ايه يا باشمهندس احمد؟ اهو بولي لاين اختصاره ايه؟ بي ال. اختصاره ايه؟ بي ال. اهو اجي كده اعمل بي ال، بص انا عملت بي ال اهو، بيقول لي ايه؟ بي لاين او اسمه بولي لاين. واعمل ايه يا شباب؟ مسطره. اكتب الامر اعمل ايه؟ مسطره، اضغط على السبيس او المسطره اهو، ضغطت على السبيس او المسطره. بص الاوتوكاد بيقول لك ايه برضه؟ سبيسيفاي ستارت بوينت اهو، ضغطت له على اول خطوه، وامشي بالامر زي ما انا عايز اهو، انا عايز امشي مفيش اي مشكله خالص زي ما انا عايز اهو. واجي هنا عايز اقفل الشكل اللي انا عملته ده، اعمل سي وانتر، سي وايه يا شباب؟ او مسطره، سي ومسطره اهو. بص الشكل بقى، الشكل كله يا شباب الخطوط كلها هو اراها على اساس ان هي حاجه متصله ببعضها، حاجه ايه يا شباب؟ متصله ببعضها، ما ينفعش امسح خط منهم، لو جيت امسح خط منهم الشكل كله يا شباب هيتمسح. فده مهم جدا يا شباب، مثلا لو انا بعمل دوائر اضاءه او بعمل دوائر خاصه بالبراير، مهم جدا ان انا استخدم امر بولي لاين افضل من ان انا استخدم امر يا شباب لاين. طيب ايه تاني يا باشمهندس احمد في البولي لاين؟ انا دلوقتي عايز استخدم امر بولي لاين، ميزه تانيه قبل ما اخش الامر بشكل تاني،
ميزه تانيه يا شباب ان الخطوط، لو انت حضرتك عايز تعدل اي حاجه كده في البلو لاين، بص النقطه دي انا مثلا كنت عايز اتنطط حاجه معينه بس ما ظبطتش معايا اهو، بص عايز شفتها يمين شفتها شمال، بص اهو عايز اعدل النقطه دي برضو اهو اسحب النقطه دي. فدي بتبقى كويسه جدا يا شباب في شغل الكيبل تريز، وزي ما هنشرح كمان شويه ازاي برسم كيبل تري بامر بلو لاين بشغل طريقه بدائيه جدا وطريقه بسيطه، بحيث ان حضرتك تتعلم برضو الاساسيات، وحضرتك تتعلم الشغل انك اي شغل تعمله بايدك او اي حاجه تتزنق فيها تعملها بايدك. طيب انا عايز اعمل امر بلو لاين بس الخطوط ما تبقاش مستقيمه بالمنظر ده كده، اعمل ايه يا شباب؟ بي ال يا شباب وايه؟ ومسطره او سبيس اهو تمام؟ بيقول لي سبيسيفاي ذا فيرست بوينت اهو، تكيت على اول خطوه. اعمل ايه بقى؟ اقوم جاي عامل امر تاني اسمه ارك، امر تاني اسمه ايه يا شباب؟ ارك اللي هو ايه؟ الارك اللي احنا عارفينه الكورس. طب اعمله اختصار ايه؟ بص ارك يبقى اقوله ايه؟ ايه اهو تكيت على ايه؟ بيقول لي بص سبيسيفاي ذا نيكست بوينت اهو، تكيت النقطه اهو اسف ما جاش معايا، هعمل تاني بي ال اهو وسبيس اهو، هعمل ايه؟ ارك اهو، بص بقى يا شباب اهو، وعايز النقطه النقطه اللي بعدها اهو، انا ما خدتش من الامر خلاص، هو هيفهم ان كلها ارك اهو تمام يا شباب اهو اهو. اجي اقفل الشكل اعمل سي وانت اهو، دي سي وانت اهو. هو في الموضوع الارك ما بيعرفش يقفل الشكل عشان ما بيعرفش يولف ارك بالظبط على نفس ايه الشكل بتاعك، بس ده مفيش اي مشكله. طيب انا دلوقتي عايز اعمل ارك برضه يا باشمهندس احمد بس يمر بنقطه معينه، يمر بنقطه يا شباب معينه. لو نفترض انا عندي مجموعه من المخارج الاضاءه كده اهو تمام، هنقول لك بالظبط انا برسمها ازاي، بس خليني بس انا عايز ارسمك شويه مخارج. ادي اهو، ادي عندي مجموعه من المخارج مثلا متوزعه توزيع عشوائي كده زي ما انت شايف حضرتك كده تمام، وعايز اعمل خط بلو لاين يمر بيهم كلهم ويبقى شكله ارك، يبقى شكله شيك كده وشكله كويس. اعمل ايه؟ بي ال اهو يا شباب وانتر، بي ال ومسطره اهو. اعمل بعد كده ارك ايه ومسطره اهو. اعمل بعد كده اه لازم احدد بدايه بتاعت الاول بي ال اهو وسبيس، بعد كده اقول سبيسيفاي ذا فيرست بوينت اهو تمام، بعد كده امر ايه؟ ارك ايه ومسطره اهو يا شباب. بعد كده اقول له لا معلش بقى انا عايز امر بنقطه معينه، عايز امر بنقطه ايه؟ معينه اهو اس وانتر. بص بقى بص الخط اتظبط معاك ازاي، اجي اقول له والله مول لي بالنقطه دي، وبعد كده مول سيادتك بعد اذنك بالنقطه دي، وبعد اذنك بعد كده والنقطه دي، وبعد اذنك مول بالنقطه دي، واضغط مسطره واطلع من الامر اهو. انا نسيت ده مش مشكله نمسحه تمام. بعد كده بص يا شباب ادي الامر بالخط، عملت بول اللاين معاك مشي معاك زي الفل. ممكن اجي في الاخر اعمل تاج زي ما انا قلت لكم، وهنشرح الامر تاني حاجه اسمها مالتي ليدر زي ما قلت لكم اهو تمام. معلش بس هو اللاب بيهنج عشان بس احنا على الزوم. اظن يا شباب ادي اهو اشتغل معايا، ادي امر بول لاين واكتب المالتي ليدر اللي انا عملته، واعمل التكست اللي انا عملناه زي ما عملنا في الكورس بتاعنا، ان شاء الله هنطبقه برضه على لينيه اضاءه دلوقتي او لينيه بارز. طب انا كده خلصت يا شباب معاكم امر بول لاين. طب ايه تاني يا باشمهندس احمد انا بحتاجه كمهندس كهرباء ويساعدني في شغلي؟ اول حاجه ما ينفعش ما ترسمش سيركل، ما تعرفش حضرتك ما ينفعش ترسم سيركل، لان اساسا لما اجي ارسم باريزه اساسها هرسمها بسيركل اهو سي وانتر، سي يا شباب ومسطره، انتر يا شباب عندي بالنسبه لي هي مسطره، بس انت حضرتك بتضغط انتر او تضغط مسطره او سبيس، انا بضغط سبيس او سي وانتر، بس لما اقول لك انتر يعني سبيس، سي وانتر اهو تمام. بيقول لي سبيسيفاي سنتر بوينت اوف سيركل، يعني بيقول لي حدد لي السنتر بتاعك، ادي السيركل اهو تمام. لو انا ضغطت في اي ضغطه كده بالماوس اهو ضغط للسيركل اهو خلص لي السيركل بتاعتي مفيش اي مشكله خالص. لا بس انا شغله دقيق شويه وعايز ارسم سيركل برادياس معين، زي ما قلت لكم انا عندي حساس حريق، ادي حساس الحريق اهو مثلا على سبيل المثال تمام، ادي مكانه في الغرفه، فانا عايز اشوف والله بقول لك مثلا حساس الحريق ده بيكفر اريا مثلا 7 متر، 7 ايه؟ الرادياس بتاعها 7 متر، فعايز اعمل همشي على الرسمه بتاعتي كلها والف على الحساسات بدايه ايه؟ 7 متر، فانا عايز ارسم دايره نص قطاع 7 متر، اعمل سي اهو يا شباب ومسطره.
الديفولت بتاعك لو انت حطيت اي رقم فهو بالنسبه له ده ايه يا شباب الواديس، لانك بص لو حطيت تحت كده انا هحدد الايه الاول السنتر بتاعي اهو، حددت السنتر بتاعي في ايه عند الحساس، وجيت قلت له لو انت ضغطت اي رقم حضرتك ده الديفولت هو ايه الراديوس. يعني انا لو اتكيت 7 اهو 7 متر اهو ومسطره، الراجل فهم ايه يا شباب؟ فهم ان انت حضرتك ان انت بتقول له خلي بالك السبعه دي راديوس، السبعه دي الايه الراديوس. طب يا باشمهندس احمد انا عندي حاجه عايز احطها بالدايمتر، والراجل في الداتا شيت حاططها لي بالدايمتر، ومش عايز كل شويه ان انا اقعد اقسم على اثنين او اتلخبط، عايز يعني تيجي على الداتا شيت بتاعت الحاجه وارسمها بالدايمتر على طول، اعمل ايه؟ والله يا باشمهندس احمد برضه الكاد ما سابكش، بص اعمل ادي سيركل سي يا شباب وايه ومسطره، هتحدد نفس السبيس بوينت، نفس السبيس بوينت في اي مكان انا عايزه، انا افترض الحساس مثلا وعايز اوزع عليه دوائر بالدايمتر اهو. بص بيقول لك ايه بقى؟ بص الكاد تحت، قلت لك الكاد برضه بيحاول يساعدك على قد ما يقدر، بيقول لك والله ايه سيركل سبيسيفاي راديوس، يعني انت لو حطيت له اي رقم فهيفهم ان ده ايه الراديوس. طيب لكن لو انت بيقول لك والله عايز تعمل الدايمتر اكتب لي حرف الدي، بص الحرف اللي بيلزق ده عشان اكتب لي حرف الايه الدي اهو، اقول له دي اهو هيفهم ايه وانتر. بص بيقول لي سبيسيفاي دايمتر، بقوم جاي قايل له والله الدايمتر بتاعك 7، الدايمتر بتاعك ايه 7 ومسطره. ايه اللي حصل يا شباب؟ ادي بص نفس السبعه دي 7 ودي 7، بس ايه اللي حصل؟ هنا هو الدايمتر بتاعي هو اللي 7، هنا الراديوس بتاعي هو اللي 7، وبالتالي تقريبا الدايره دي المفروض نصف قطرها كام؟ 3.5، ولكن دي نصف قطرها كام يا شباب؟ 7، فتقريبا دي نص دي. تمام يا شباب؟ ده كده السيركل ببساطه شديده جدا حضرتك، وده مهم جدا يا شباب انك بتستخدم السيركل عشان بتستخدمه في كل شغلك تقريبا لما تيجي تعمل بلوكات. اهو ادي سيركل اهو، لو جيت مثلا سيركل كده وحابب ارسم باريزه نستخدمنا سيركل ولاين، اجي اهو لاين اهو ادي هنا عند لاين عند نص البيزه كده وارسم ايه لاين. طب انا اللاين بص بتاعي بيمر بحتت، انا عايزه يمشي معايا مستقيم، عايزه يمشي معايا مستقيم، اول حاجه اعمل ايه يا شباب؟ بفعل حاجه هنا بص حضرتك عند الكاد بتاعك هنا او في اي كاد هتلاقي حاجه اسمها الاسطر، ده عندك زاويه قايمه كده اهو، اول ما اتك عليها كده بالماوس اهو بص الخط يا شباب بيتحرك بس في ايه خطوط مستقيمه اللي هو يا 360 يا 90 يا 180 يا 270، بص اهو اهو تتحرك ايه معاك ايه خطوط مستقيمه، بص مهما تمشي تتحرك معاك خط مستقيم. طب قفلتها تاني كده يا باشمهندس احمد اهو، طب عايز اقفلها باختصار يا باشمهندس احمد، اقوم جاي ايه بإف 3 يا شباب إف 3 اهو تمام، هتلاقي حضرتك معاك المفروض تمشي معاك القوس والاسناب دول كده من إف 3 وإف 8. طب وهنعيدها تاني دلوقتي بس خلينا همشي معاك لاين اهو تمام، وجيت كده عايز اللاين ارسم لاين اهو، اجي مثلا عند نص البريزه كده وارسم لاين، قلنا مفعل ايه يا شباب القرص دي، واجي اهو البريزه. طب البريزه يا باشمهندس بيبقى لها خط طالع من فوق كده اهو اهو، انا اقول لك برضو يعني انا بعمل كده اكنك بيزكس خالص، انت مش عارف حاجه بس اللي انا قلتهم لك، انت بتعرف حضرتك تعمل امر سيركل وامر لاين. اهو يا باشمهندس احمد، طب اعمل ايه يا باشمهندس احمد؟ الدنيا كده معايا برضو شكلها انا عايز اظبطها، طب اعمل ايه؟ قال لك والله الكاد عامل لك حاجه اسمها امر اسمه ترم، امر اسمه يا شباب ترم، ترم يعني قص او قص بقى، اقعد قص الزيادات اللي انت عاملها دي كده. طب بص اختصاره ايه يا شباب؟ تي ار، اختصاره ايه؟ تي وار. واعمل ايه بعد ما اعمل تي ار؟ اسهل حاجه سبيس وسبيس تاني، يعني اتك حضرتك على السبيس مرتين، بص اهو مره واتكيت مره تانيه تمام، وقوم جاي بص كده ضعف بس على الحته اللي انت عايز تقصها اهو، بص اتقصت معايا. طب انا عايز اقص الحته الزياده دي اهو، عايز اقص الحته الزياده دي اهو، عايز اقص الحته الزياده دي اهو. يبقى انت حضرتك ببساطه عملت ايه يا شباب؟ رسمت البريزه. بس خلي بالي بقى في حاجه ثانيه مصحح ما ليش عليها، طب البريزه كده ايه؟ حتت كل حته شكل في بعضها، يعني انا لو جيت اخد دي كده عشان اخد البريزه قبل لازم اتك او حركه مكان، لازم اضغط دي ولازم اضغط دي. طب ما فيش حاجه ثانيه يا باشمهندس احمد تلم لي البريزه دي كده على بعضها واسميها بريزه واجي استخدمها بعد كده في اي حاجه؟ لا، في ليه يا شباب؟ ان انا بحول البريزه دي اعملها بلوك، بلوك يعني حته على بعضها، بلوك يعني يا شباب حته على بعضها، اقوم اعمل ايه يا شباب بلوك؟ اختصاره ايه يا باشمهندس احمد؟ بي وانتر او سبيس اهو، بي وسبيس. بص كده يا باشمهندس فتح لك هو حاجه كده بيقول لك ايه؟ معلش حط لي النيم بتاع البلوك ده اسميه والله سوكت اهو، سوكت. طيب بيقول لي البيس بوينت، انا هقول له ايه؟ سبيسيفاي اون سكرين، يعني انا هحددها لك ايه؟ اما اجي تاني خطوه تانيه كده هقول له انا هحدد لك النقطه دي. طب الاوبجكت خلاص انا كده كده هختاره انا حددته. طب ما تعملش حاجه اكتر من كده بس دلوقتي خالص تمام؟ بيقول لي اللو حاجه اسمها اللو اكسبلودنج، يعني معلش بقول له
اما انا اعمل لك بلوك واحط لك حته واحده، اما اجي افجرك تاني وارجعك اخليك حته تاني، اسمح لي ان انا افجرك تاني، عشان الناس اللي كانت شغاله تاسكات وتيجي اما تيجي تفجر البلوك ما بيتفجرش معاها. ليه؟ الراجل هو بيجي يعمل البلوك بيكون عامل دي كده، بص فاتحها عاملها ان تشيكد، وبالتالي اما تيجي هو اي حد هيجي يفجر البلوك ده تاني مش ايه؟ مش هيتفجر. فانا والله بقول له لا معلش كده، عشان لو عاوز تفجرك تاني خليك ايه؟ اجي افجرك. اقول له اوكي. بص بقى بيقول لي ايه؟ سيلكت اوبجكت. انت حضرتك ما كنتش ايه؟ مختار للشكل اهو. اسيلكت الايه؟ الاوبجكت اهو. اخترت له الاوبجكت وايه؟ ومسطره. رجعني تاني لنفس الايه؟ لنفس الحاجه. هقول له اوكي خلاص شكرا. هيقول لي بص لسه انت ما خلصتش الامر، لو خلصت وكده ما تحملش عندك بلوك. بيقول لك ايه؟ سبيسيفاي انسيرشن بيس بوينت، يعني حدد لي النقطه دايما اللي هي اللي انا امسك لك بيها البلوك ده. انا هجي في النص هنا كده واقول له والله خلاص، بص يا شباب ايه اللي حصل؟ بص النقطه اللي انا حددتها، وبص البلوك، بص البيزر عامله ازاي؟ بلوك. اجي ابص اول ما اتك عليها يختارها لي، لو انا عايز احركها شويه او اخدها طبيعي او احركها من اي مكان او اعمل لها موف او اي حاجه بتيجي معايا. ومن هنا يا شباب دي ايه؟ فكره ان انا لازم اعمل بلوك عشان اسهل على نفسي ايه؟ الشغل. طيب ايه تاني يا باشمهندس احمد؟ مهندس احمد لما حضرتك كنت بترسم خط ما كنتش عارف حضرتك تمسك منين، يعني انا اجي امسك كده بس انا عايز الخط يمر بالنقطه دي، انا طبعا هقفل القص ده عشان اعرف اشتغل، عايز اعمل الخط يمر بالنقطه دي. فباجي بعمل ايه يا شباب؟ والله الكاد سهل لك برضه حاجه، قال لك والله انا ممكن اعمل لك نقط مساعده كده على الاشكال في اماكن معينه، عشان حضرتك وانت بترسم انا عايز ارسم مثلا خط بس يجي يمسك البيزه من ايه؟ من الزاويه بتاعتها دي، او من الحته دي كده، او من نص الدايره اللي انا خلاص ما بقتش دايره بالنسبه لي، او من نص الدايره. طب اعمل ايه يا باشمهندسين؟ كده قال لك والله اعمل لك حاجه اسمها هنا كده اسمها اسناب. اسمها ايه يا شباب؟ سناب، او سماها اسناب حضرتك، او اوبجكت سناب. اختصار ايه يا شباب؟ اوبجكت سناب. لو حضرتك فعلتها كده بص، تعالى ارسم امر كده الاين، ايه اللي هو يا شباب؟ ومسطره، ايه اللي وايه؟ ومسطره. انا عايز ابدا من الحته دي كده، من اللي هي التقاطع ده كده. بص قام جاي اعمل لك ايه؟ اول ما تيجي عندها على طول يعمل لك مربع، او يعمل لك حاجه ايه؟ استرشاديه كده، تمسك منها ايه يا باشمهندس؟ تمسك منها النقطه دي. بص عامل لك مربع اهو. طب انا عايز الخط بتاعي هو بالنقطه دي. بص اول ما تقف عندها عامل لك ايه؟ اكس كده، خلي بالك اهو، تعالى اهو. طب انا عايز تاني الامر مثلا يمر والله بالسنتر بتاع الدايره دي. بص عامل لك ايه؟ دايره خضراء كده على ايه؟ على السيركل اهو. اي حاجه انت عايز حاجه تعملها بيقوم جاي عامل لك هو ايه يا باشمهندس؟ نقط مساعده، اسمها نقط مساعده عشان تسهل عليك وانت شغال. طيب باشمهندس احمد، ممكن وانا شغال برضه ما في النقطه ما ظهرتش، يعني انا عايز ارسم خط بدايه النقطه دي كده بس ما ظهرتش. بص ظهر معايا اهي. طب يا باشمهندس ما ظهرتش، والسيركل خلي بالك بص بتاعت الدايره ظهر معاك اهي، او النقطه البيس بوينت بتاع الايه؟ بتاعت البلوك. طب جيت ارسم يا باشمهندس وفي نقطه ما ظهرتش معايا، اعمل ايه؟ حضرتك بتقف هنا كده تمام، وكليك يمين بتحدد حضرتك النقط اللي انت عايزها هي تظهر معاك. بص اند بوينت يعني ايه؟ يعني يا باشمهندس نهايه اي خط هو حضرتك هيجيب لك عليه علامه استرشاديه او النقطه. لو انت قفلتها كده وجيت ارسم خط اهو، اجي ارسم خط كده بص لاين اهو، ادي اللاين. عايز اعمل امر تاني لاين، بص انا بس عايز امسك من هنا، بص كده مش جايب لك نهايه الخط، مش جايب لك ايه يا باشمهندس؟ نهايه الخط. بص انا عملتها اكتف، قلت عليها كده تاني كليك يمين اهو، عملت اند بوينت. بص بقى كده جاب لك مربع، بص المربع اللي ظهر لك ده اهو الاند بوينت، كاتب لك عليه ايه؟ اند بوينت. يعني انت لو عايز تمسك الخط ده من الاند بوينت اهو، تمام يا شباب كده؟ ادي كده اسمها ايه؟ الاوبجكت سناب. واقف عليها كده تاني تمام، اجيب اي نقطه في الاوتوكاد، في بعض الاوتوكاد القديمه يا شباب او الاصدارات القديمه، بقف كليك يمين وبتك على حاجه اسمها سيتنج اهي، او اوبجكت سناب سيتنج كده تمام، واختار اللي انا عايزه، واختار ايه اللي انا عايزه، يعني ما بيظهرش عندك القايمه كلها كده وانت شغال. بص اول حاجه الاند بوينت يعني نهايه اي خط، ثاني حاجه ايه؟ الميد بوينت يعني السنتر بتاع اي خط او بتاع اي شكل حضرتك هتلاقي ايه في النقطه بتاعتك تظهر. ايه تاني؟ السنتر بتاع الدايره تمام. طب الجيومتريك سنتر. ايه تاني؟ النود. يعني ايه النود؟ يعني نقط كده اللي بتبقى نقط التماس بتاعت ايه؟ الدوائر او كده، اسف، النود التانجنت هي نقطه التماس. يعني حضرتك بصيت كده لو انا عايز ارسم عند اي دايره يجي لي التماس بتاع الدايره عندي، يجي لي نقطه عنده نقطه مساعده بتجي لي. حضرتك بتشغل بس دايما احنا حضرتك بتشتغل زي اللي انا بس كده مشغلهم ده، ايه مثلا التماس ماشي، بس ما تقطعش النقط علشان، او ما تعملش كلهم، تعمل لهم تشيك علشان احيانا بتضايقك، احيانا بتيجي نقط بتضايقك وانت شغال فما بتبقاش حاجه كويسه تمام.
فانت مثلا والله تيجي النقط بتاع الانسيرشن الانترسكشن، هي نقطه التقاطع دي مهمه جدا، السنتر مهم جدا، الميد بوينت، الاند بوينت، الاكستنشن، عشان احيانا مهم جدا في وانت بتنفذ الشوب دونج او بتنفذ الديزاين، واللي انت حضرتك عايز تشغله شغله، واللي انت عايز تقفله ايه بتقفله، وعملت له اوكي وقفلت ايه الاو سناب اوبجكت او الاو سناب سيتنج اهو. ده كده يا شباب ايه واجي افعلها، بفعلها من هنا يا شباب اهو تمام. او بص بيقول لك اختصار اف 3، بص من قوسين كده حضرتك، اما انا جيت ضغطت عليها كده بقول اقرا اللي تحت كده، بقول لك اوبجكت سناب او او سناب، لو حضرتك بيقول لك عايز تقفلها بتقفلها او تفتحها منين، اف 3 منين يا شباب، اف 3. طيب لو انا مش عايز برضه استخدم اختصارات عادي بالماوس حضرتك كده تقفلها وايه وتفتحها، يبقى الاوسو اف 8 والاو سناب ايه اف 3 اهو، وانا عايز ابدل بينهم. دول مهمين جدا يا شباب عشان بيسهلوا عليا الرسم وانا ايه وانا شغال. يبقى تاني احنا كده خلصنا، خدنا ازاي بعمل لاين، طب كده ازاي بعمل لاين، ازاي بعمل بولي لاين، ازاي بعمل سيركل، ازاي حضرتك بتعمل ارك، وازاي بتعمل بولي لاين بس بتخلي الخطوط بتاعته ارك تمام، ازاي بنعمل بوليجون تمام، وازاي بنعمل ايه يا شباب، وازاي بنعمل ايه بلوك تمام. يبقى احنا خدنا ايه يا شباب، خدنا الحاجات دي كده. طيب ايه تاني يا باشمهندس احمد حضرتك ممكن تساعدنا بيه، او الحاجات اللي احنا ممكن نحتاجها في شغل الكهرباء؟ الاليبس بص يعني مش هتحتاجه، بس برضه عشان حضرتك لو احتاجته لو الشكل البيضاوي يعني ادي اي ال. بص انا كتبت الاي، كنت مثلا مفكرها اليبس فحضرتك غلطت، بص كده قال لك ايه، لا خلي بالك الاي بس دي اريز، يعني ايه تمسح، يعني انا لو عايز امسح شكل يقول لك ايه والله ايه، طب حضرتك اختصار اي يعني اريز، الاي برضه يعني اكسبلود، فبيقول لي روق كده لا، فخلي بالك اعمل ايه الاليبس. بص يا شباب اهو يبقى ايه ال، يعني لو كتبت ال كمان يقلل لي شويه ايه ال ال، اول حاجه جات لك الايه الاليبس تمام يا شباب. انا اختار الاليبس اهو مسطره تمام، واضغط كده سنتر عادي جدا، واضغط النصف القطر بتاعي اهو بالمسطره يا شباب زي ما انا عامل كده. عايز اعمل له برضه اليبس واخلي بس كقطعه من دايره اهو اي ال وانتر، بعد كده اي ال ال يا شباب اهو اليبس تمام، وحددت النقطه بتاعتي وعملت سي اي ال ال وانتر. بص بيقول لك ايه تحت، لو انت عايز سبيسيفاي اكسس اند بوينت اهو، يعني النقطه بتاعتك اللي انت عملتها مفيش اي مشكله، او اضغط سنتر او اي ال ال. انا مش عايزك تقف قوي عند الامر ده، لو انا عامل عايز اعمل ارك اهو ايه مسطره اهو اسف اي ال اهو، واضغط النقطه بتاعتي واعمل ارك اظن يا شباب، بس عندي في تهنيجه بتحصل في الكات كده، ادي اليبس اهو بيقول لك تحت عايز تعمل ار كده اضغط في الاي مفيش اي مشكله اهو تمام، بيقول لك سبيسيفاي اند اكسس بوينت اهو يعني يا شباب. هو كده في عندي هنيجه في الامر ده تمام، انا لسه عامله دلوقتي حالا، ادي اليبس. ممكن حضرتك تستخدم برضه نص القطر بتاع الدايره بتاعتك، ادي اليبس كده كده اصلا ما استخدمش الاليبس ده في اي حاجه تقريبا، يعني ادي اهو سي اي ال ال، بقول لك ادي سنتر اهو سنتر اوف اليبس اهو يا شباب، وبعد كده بيقول لك ايه حدد النقطه الثانيه ادي السنتر، يعني هيشتغل بس يتحرك معاك منين؟ من السنتر اكنه دايره، بس كل لما بتمدد كده حضرتك يمين او شمال بيتحكم في ايه؟ في الدايمتر بتاع الايه؟ الاليبس ده اهو، وقفت على كده تمام؟ عايز حضرتك تعمله ارك او جزء بس من الاليبس اي ال ال اهو، واعمل ارك ايه؟ اهو يا شباب المفروض ارسم كده يجي معايا ايه؟ خط نص من تحت بس او من فوق زي ما انا ايه؟ عامل، وبيجي معايا مفيش اي فيه مشكله، بس ما اعرفش في ايه دلوقتي في الاوتوكاد. احيانا يا شباب صدقوني بيجي وانت شغال في الاوتوكاد بيحصل معاك تهنيجه غريبه كده، لازم تفتح الكاد وايه وتبدا من اول وجديد عشان كل حاجه تشتغل معاك مظبوطه. طب ايه تاني حضرتك احنا بنشتغله تاني ويكون مساعدني يا باشمهندس شغل الكهرباء؟ حاجه مهمه جدا يا شباب، انا دلوقتي عندي مثلا
ريكتانجل دلوقتي. اه بالمناسبه انا عايز ارسم مستطيل، بعمل ايه يا شباب؟ ريكتانجل اهو، تمام اهو، التركيب مستطيل والسبيسيفاي ذا فيرست ايه بوينت. بص تحت كده بيقول لك لو انت عايز تحدده بالاريا حضرتك حدده لي بالاريا، عايز تحدده لي بالدايمنشن حضرتك حدده لي. طب انا عندي الطول والعرض بتاعه، اقول له ايه دايمنشن؟ اضغط حرف ايه يا شباب؟ الدي. بص بيقول لك اضغط حرف الايه؟ الدي اهو دي، تمام. وبعد كده مسطره بيقول لي سبيسيفاي ذا لينس، لينس اوف ايه ريكتانجل، بيقول لك حدد الطول. اقول له والله مثلا هو عندي مثلا ايه 100 مثلا ومسطره. بعد كده بيقول لي سبيسيفاي ذا ايه ويدث اوف ريكتانجل اهو، خليته مثلا ايه يا شباب 50 اهو ومسطره اهو. عمل لك ايه يا باشمهندس؟ عمل لك المستطيل. بص هو كان جايب لي عم عمل لي حاجه كده. بص حضرتك كنت شغال في المستطيل، بص جايب لي المستطيل اصلا معمول له فيلت، معمول له ايه فيلت، لان كنت انا شغال من شويه في فايل كنت بعمل الامر فيلت. احنا قلنا امر فيلت ده يا شباب مهم جدا حضرتك وانت شغال عشان الحواف بتاعتك ما تبقاش، لما تيجي تعمل مثلا لاين اهو كده، ادي هفعل قوس عشان يمشي معايا مستقيم اهو، عملت لاين. بس انا وانا شغال سيركتس بوزع دوائر مش عايز الخطوط بتاعتي تبقى التقاطعات بتاعها شارب كده، شكلها ما بيبقاش حلو، فاعمل امر اسمه شباب فيلت. امر ايه فيلت؟ اف مسطره بيقول لي سبيسيفاي ذا فيرست اوبجكت اهو، حددت له اول ضلع. بيقول لي سبيسيفاي ذا سكند اوبجكت اهو. بس بص ما جابش معايا حاجه او جايب بس ايه الدنيا بعيده قوي، فانا اعمل ايه؟ لازم احدد له نص القطر بتاعي او اف وانتر. حددت اعمل حاجه اسمها الراديوس بتاعي ار مسطره، اقول له والله خلي الراديوس ده مثلا ايه 5 اهو. انا اختار الشكل الثاني بتاعي. بص يا باشمهندس اهو عمل لك ايه الراديوس بتاعتك. هل بقى كل ما اما اجي اعمل فيلت، اما اجي اعمل فيلت يعني عملت لاين اهو تاني لاين ولاين تاني، اما اجي اعمل فيلت بقى عملت اف اهو، لازم اعمل راديوس بقى خلاص ولا هو ظبط معايا في البلانه؟ لا هو ظبط مع حضرتك في الاف وانت اهو او مسطره، واختار اول شكل اختار تاني شكل، ظبط ايه يا فندم؟ ظبط مع حضرتك. طيب لو انا عندي خط كده وخط تاني بعيد عنه كده، بص اهو انت شغال مثلا والله عايز توصل ده بده، بتقوم جاي اعمل فيلت على طول. بص في الاف اهو ومسطره واختار ده، وحضرتك ارجع اختار ده. بص يا باشمهندس وصل لك بيهم. يعني لما يكون عندي خطين بالمنظر ده كده وخط تاني بالمنظر ده كده وعايز اوصل بينهم، وعايز اوصل بينهم، ما اجيش بقى اعمل ايه؟ اقوم جاي اعمل امر لاين واجي من النقطه دي كده واقول ايه؟ اما اكبر دي شويه واجي اعمل امر لاين تاني واقول كده اهو اعمل ده، واجي اعمل امر تريم تي تي ار مسافه مسافه، واجي اعمل كده واجي اعمل كده حوار، وفي الاخر اجي اعمل فيلت اف اهو واجي اعمل فيلت مع ده ومع ده. شفت عملت كام خطوه؟ 7 8 خطوات. لكن انا مثلا لو عندي اللاين ده اهو كده وعندي اللاين ده كده يا شباب اهو وعايز اوصل بينهم اعمل فيلت اهو، صورة بسيطة جدا. الخطين ايه يا شباب؟ كملوا بعض وشكلهم كويس وشكلهم شيك ويبقى شغلك شكله ايه؟ مظبوط. ده كده امر ايه يا شباب؟ امر ايه يا شباب؟ فيلت. طيب نرجع تاني يا باشمهندس احمد للريكتانجل. انت قلت لنا خلاص الريكتانجل اهو عملتوه، فانا عملته فيلت. لو مش عايز اعمله فيلت اهو ار اي سي ريكتانجل اهو، تمام يا شباب. سبيسيفاي ذا فيرست بوينت لو انت مش عايز تحدد المسافه، ما بتحددهاش مفيش اي مشكله خالص. لو انا عايز اعمل ريكتانجل عادي جدا اهو اهو يا شباب، تمام. لو انا عايز اطلع مثلا اخلي الفيلت بتاعي اعمل اخرج من اخلي الريكتانجل ده بالنسبه لي ما يبقاش ايه فيلت، حضرتك بتخلي الراديوس بتاعك زيرو بتشتغل عادي جدا، بعد كده يفهم ان هو ايه مش فيلت. طب يا باشمهندس احمد انا دلوقتي عندي 2 ريكتانجل وعندي مثلا مثلث كده، قلنا المثلث بنعمله ايه؟ بوليجون عادي جدا او تراينج اهو بوليجون اهو، اقول له 3 سبيس مفيش مشكله، بس انا هعودك على الاوامر. اقول له سكوير دين سيركل وجيت مثلا عملت كده مثلث بالمنظر ده كده. يا باشمهندس احمد انا عايز اعمل هاتش. يعني ايه هاتش؟ عايز اهشر الجزء ده كده اخليه بشكل، والجزء ده مثلا اخليه بلون او بشكل معين، والجزء ده مثلا اخليه بشكل معين. اعمل ايه؟ اول حاجه عندك بتضغط لازم الاختصار بتاعك، قلنا الاختصار بتاعك اسمه ايه؟ اتش اي. هاتش اسمه ايه يا شباب؟ اتش اي اهو. بص عملت اتش اي ظهر لي ايه؟ هاتش على طول. عملت الهاتش، بص جه كده بيقول لك، بص الماوس كده بيقول لك ايه؟ بيك انترنال بوينت. يعني ايه؟ بيقول لك حط لي البوينت بتاعتك اللي انت عايزها في الشكل فين اللي انت تعمل له هاتش. بص اما وقفت كده بص كده معايا، بص كده اما اجي اعمل انترنال بوينت عند اي شكل متظلل، بص كده بص انت كده معايا اهو قلت له دي كده، بص ظلل لي ايه؟ ظلل لي
النقطة لا الشكل اللي أنا ضغطت داخله، يعني بيشوف أي شكل متقفل حضرتك هتيجي تضغط نقطة داخل الشكل ده، تمام؟ هيعمل إيه يا باشمهندس؟ هيقوم جاي إيه مقفل لك أو مقشر لك على النقطة دي، مقشر لك إيه على النقطة دي. طب هنيجي نعمل أمر تاني في صورة تانية كده، اتش إيه أهو وإنتر، تمام؟ أقول له والله لا معلش بقى، ما أنا مش عايز الشكل المربع ده، أنا عايز الشكل على بعضه، ده أنا عايز الشكل إيه على بعض، أعمل إس اللي هي سيلكت أوبجكت. بص هنا بيقول لك إيه سيلكت أوبجكت، سيلكت إيه أوبجكت أهو إس، وعملت إيه مسطرة، بيقول لي سيلكت أوبجكت، أقوم جاي على المثلث اللي أنا عامله، أم جاي عامل إيه يا باشمهندس؟ أم جاي حضرتك مهشر لك الشكل كله اللي أنت اخترته، الشكل إيه كله. يبقى نميز تاني، نقول تاني أنا عندي دايرة أهو، الامر ده مهم جدا يا شباب في الكوبل تري، ولو انا عايز بلوكات وعايز اعمل بلوكات بشكل معين او كده، عملت سيركل ثانيه اهي يا شباب اهي، تمام كده، وعملت تو سيركل. انا عايز والله هتش الحته اللي في النص بينهم دي، اعمل ايه؟ اتش اي وسبيس، اتش يا شباب وسبيس، بقول انا كان جاب لي اخر حاجه انا سيلكت اوبجكت، لا بس انا عايز اختار ايه؟ بيج بوينت، فاختار كي، بص تحت كده انا كان الاول بيقول لي بيج بوينت وبعد كده عملت له سيلكت اوبجكت، انا عايز اقول له بقى ايه؟ انا هعمل نقطه بين شكلين، بختار ايه بيج بوينت، اختار ايه يا شباب بيج بوينت، لان ده مش شكل على بعضه، اللي عندي الشكلين ده وده، هم دول الشكلين اللي عندي فين قدامي دلوقتي، هم دول الشكلين المرسومين، لكن انا عايز نقطه داخل عايز اهتش الجزء بس اللي بينهم ده، اعمل ايه بيج بوينت، اعمل ايه، اجي اعمل كي، بص بيقول لك لو انت عايز بيج بوينت تعمل ايه، كي اهو كي ومسطره، اجي اضغط في نص الامر هتش معايا ايه يا باشمهندس، هتش مع حضرتك الجزء اللي بين ايه الشكلين. طيب لو انا عايز اهتش السيركل دي، طب تعالوا نرجع تاني كده كنترول زد، تمام، واجي اعمل هاتش تاني اتش اي اهو مسطره، كان جاي لي سيلكت اوبجكت، خلاص حلو قوي سيلكت اوبجكت. طب بص معايا كده، بص كده يا باشمهندس، انا لو اخترت الشكل ده وتاك سيلكت اوبجكت هيقوم بيعمل ايه؟ ما هتش لك الشكل، ما هتش لك ايه يا باشمهندس الشكل، يعني ظلل لك الشكل ده كله، ظلل لك الشكل ده كله. طب بص معايا كده، اختار الشكل ده كمان، بص ايه اللي حصل بقى يا باشمهندس، اللي حصل لما انت حضرتك اخترت له شكلين متقاطعين ايه اللي حصل؟ قام جاي عامل لك هاتش للاثنين بس الحته اللي بينهم ما عملهالكش هاتش، ليه بقى؟ عشان يقول لك والله خلي بالك الشكلين دول متقاطعين في الحته دي، ده في تقاطع بين الشكلين دول في الايه؟ في الحته دي، تمام؟ يبقى هاتش يا شباب الامر مهم جدا جدا جدا، وخلي بالي وانا ايه؟ بشتغله. تاني ادي امر هاتش اتش ايه؟ ومسطره. يقول لي سيلكت اوبجكت، اجي لو حضرتك عملت له سيلكشن على الاوبجكت ده كده هيختاره لك اهو، عمل لك ايه؟ اختاره لك. طب انا عايز اعمل هاتش الحته الصغيره دي بس كده، اعمل اتش اي اهو ومسطره، بس اقول له معلش انا عايز بيج بوينت، بص بيقول لك لو انت حضرتك عايز بيج بوينت اعمل ايه؟ كي، اعمل ايه يا باشمهندس؟ كي، ادي كي اهو ومسطره، واقوم جاي رايح ضاغط فين؟ في الحته اللي انا عايزها بس لما حصل لها ايه هاتش. طيب يا باشمهندس احمد انت مشكور، انا قلت لي امر هاتش. طيب يا باشمهندس هل كله بقى متظلل كده؟ اقول له حضرتك لا، ده انت عايز زي ما انت عايز، زي ما انت ايه؟ عايز. تعالوا نرسم كيبل تري كده بصوره بدائيه خالص، بصوره بدائيه خالص، هعمل كيبل تري بايه؟ بصوره بدائيه خالص، بص هو ادي اللاين اهو معايا، عملت ايه؟ اول خط. طب ايه تاني يا باشمهندس احمد؟ ادي تاني خط، بس انا عايز ارسم تاني خط يا شباب يكون في مثلا، انا عايز ارسم تري 20، تري ايه يا باشمهندس؟ 20، فانا عايز المسافه دي تبقى 20، طب ما انا اسهل لي بدل ما اعمل خط كده اهو من هنا تاني واكتب له 20، خلي بالك المسافه بتاعتك 20 وانت اهو، واجي هنا تاني اقفل كده عند اخر الخط ده كده. طيب الاوتوكاد قال لك حاجه اسهل من كده، توفر لك الخطين اللي انت عملتهم دول في امر واحد. طب ايه هي يا باشمهندس؟ طب خلينا كده بس قبل ما نيجي نشرح الامر الثاني، انا دلوقتي ده كيبل تري بالنسبه لي اهو، قفلته اهو، بص بص قفلته، خلي بالك الهاتش لازم تكون حضرتك مقفل الخط، لازم تكون حضرتك مقفل شكل، مقفل ايه يا باشمهندس شكل، يعني لو حضرتك جيت عملت الهاتش لحاجه مفتوحه، بص كده اتش ايه اهو ومسطره، وقلت له بيج بوينت واتكيت هنا، بص يقول لك ايه؟ يقول لك اكلوزد باوندري كانت بي ديترماين، يعني الهاتش يا باشمهندس حضرتك ما تقعدش بقى تحاول تعمل لشكل مفتوح، تعمل له هاتش وتقعد حضرتك ساعه جنب الاوتوكاد وتقول للاوتوكاد ايه؟ ده في مشكله في الكاد. لا يا باشمهندس حضرتك اللي غلطان، حضرتك لازم تعمل ايه يا باشمهندس؟ تقفل الشكل بتاعك، تقفل ايه؟ الشكل بتاعي. انا خلصت كده ايه؟ قفلت الكيبل تري، قفلت ايه؟ الكيبل تري. طب يا باشمهندس احمد عايز اعمل له هاتش اهو، هاتش ايه وسبيس، بس بص لما انا جيت وقفت بالبيج بوينت بتاعتي
عمل لي شكل نظام، مش عايز، انا عايز ابين ده ايه كيبل تري. طب بص بقى كده تطلع فوق تلاقي حضرتك هو سايب لك الاشكال بتاعت الهاتش بتاعك، سايب لك ايه الاشكال بتاعت كتير جدا هاتش بتاعك. انا اخترت ده كده بص وجيت وقفت، قالوا لي سوليد عشان بس السكيل عندك مش الدنيا معاك مش مظبوطه، تمام. اجي تاني اعمل هاتش، اختاروا الشكل ده كده يا شباب اهو، بس عشان السكيل يا شباب، عشان ايه انا بس عامل زوم ان مسافه كبيره قوي، انا شغال على المتر او يونت لسه اهو. اه المسافه بتاعتك دي 20 متر او كده او 20 سنتي بقى ايا كان، بس لازم انا اقرب كده اهو بالنسبه لي. طيب طب ايه تاني؟ انا عايز الشكل ده يتغير معايا، اجي والله اعمل كده بص يا باشمهندس، اختار شكل تاني، امسح كده بس الشكل اللي عملته ده كده، واجي اعمل هاتش اهو اتش اي تمام ومسطره، بس انا عايز شكل يا باشمهندس قريب شويه من الكيبل تري، استخدمه في الكيبل تري. بص انزل حالك تحت كده، انزل لحد ما تلاقي الشكل اللي اقول لك عليه، الشكل ده كده الشكل اسمه اتش اي اكس، اسمه يا باشمهندس اسمه اتش اي اكس. حضرتك جاي مختار كده اهو يا شباب، ده ايه ده شكل الكيبل تري بتاعك لو حضرتك بتشوفه في اي ايه مشروع، بيبقى بالمنظر ده كده تمام يا باشمهندس، ده شكل الكيبل تري ايه بتاعك. طيب انا خلصت كده وعملت امر هاتش اهو، وتعلمته ازاي تعمله هاتش وازاي تتعلم كيبل تري. طب بس برضه انا عايز ارسم الكيبل تري بصوره ثانيه يا باشمهندس احمد اسهل اهو، اجي اعمل امر لاين اهو، عملت ايه امر لاين، وعايز اخد يا باشمهندس التري ده اعمله 20 سنتي، عايز اعمل التري ده ايه 20 سنتي اهو يا شباب، ادي كده امر لاين اهو، وعايز اعمل 20 سنتي، اعمل ايه امر اوفست، اعمل ايه يا باشمهندس امر اوفست اهو، او واجي هنا احدد النقطه، اجي احدد واقول له 20. خلي بالك انت هتعمل موازي، اوفست يعني ايه بعمل خط موازي، بعمل يعني ايه يا شباب بعمل خط موازي 20 اهو. طيب واجي اتك على الخط كده بيقول لي سيلكت اوبجكت اهو، واول ما امشي الخط ده هنا كده عمل لي 20، طبعا ده كبير جدا مفيش اي مشكله خالص، انا بس عندي مشكله في اليونتس في البلانه دي، مفيش اي مشكله اهو. انا هقعد هنا مثلا ال 20 دي عندي اهو بوينت 2 مثلا اهو، اللي هي 2 ايه من 10 متر، اعمل اوفست اهو هو يا شباب وسبيس، واقول له والله حدد لي كده بوينت ايه بوينت 2 اللي هي 20 سم، واختار له الشكل واهو جه معايا. خلصت انا كده يا شباب الشكل بتاعي او الاوفست بتاعي، اقفل ايه اقفل التري بتاعي، اقفل يا باشمهندس اقفل التري اهو، لازم اقفل حضرتك تقفل الشكل عشان حضرتك تقدر تعمل له ايه هاتش تاني اهو، اعمل هاتش اتش ايه مسطره ومسطره تاني اهو، هتجي لي بقى الشكل الاشكال بتاعتك. احنا قلنا نختار الايه الاتش اي اكس، بص حضرتك اهو واجي في النص كده، ادي الكيبل تري بتاع ايه بتاع حضرتك، ومفيش اي مشكله خالص. لو انت حضرتك عايز تكبر شويه ادي كده، بص بقى لو حضرتك تتكبر او تعمل اي حاجه هتلاقي في مشكله ان الضلع بتاعك بس هو اللي ايه بيبعد في الكيبل تري. طب اعمل ايه؟ يبقى افضل حاجه بعد حضرتك ما تخلص كده ده كده، ارجع كنترول زد كده اهو، اعمل بولي لاين حوالين الكيبل تري. اعمل ايه يا باشمهندس؟ اعمل بولي لاين حوالين الكيبل تري قبل ما اعمل له هاتش، قبل ما اعمل له ايه هاتش، امسح ده كده واعمل بولي لاين اهو تمام اهو. وادي كده الشكل ظهر عندك اهو، اعمل له ايه هاتش اتش اي مسطره اهو. بص بقى ايه اللي هيحصل بقى هنا، لو انا عايز بص كده اجي اشد ده كده التري بتاعي اهو اكبره شويه، خد بالك انت يا باشمهندس خدت بالي اهو، بص ده عشان الخط الخط الايه هو بس بيتمدد في نفس اتجاه الايه اتجاه الطول كنترول زد، عايز اكبره من هنا شويه اكمل الكيبل تري بتاعي من هنا شويه، لازم خلي بالي ان انا بشد ايه انا كمان عامل خطين فوق بعض، امسح القديم ده كده